مستشفى الميدان. هاي الدولة اللي ما تحبهمش اللي جاي من الفيسبوك. الشعب الجزائري بزاف مهم. راح يبان لي خيمة. تابعوني خلينا نشوفوا واش حكايته. فريق الخبراء اللي جاء من أمريكا باش يدرب النذير هو الجزائري حول كيفية إنشاء هذا المستشفى الميداني، قال لي باللي راني غلط 100%. هذا ماشي خيمة. هذا المستشفى الميداني عنده تكنولوجيا رفيعة المستوى ومزايا كبيرة مقارنة بالمستشفى العادي. أولاً إنه جد معقم، هو يحترم المعايير الصحية لكبح انتشار كوفيد-19 أو أي مرض معدي. لا تحتوي المستشفيات العادية على نظام عزل ضغط الهواء إلا في غرفة العمليات لضمان نظافة الهواء، لكن هذا المستشفى الميداني قاع في نظام عزل ضغط الهواء، وإذا صار مشكل في ضغط الهواء سينطلق جرس الإنذار. ثانياً، هذا المستشفى الميداني جد متطور وسهل التنقل بحيث يوفر المرونة لنظام الرعاية الصحية. دوكا راح متواجد في بليدة التي تعتبر أول بؤرة كوفيد في الجزائر خلال شهر أفريل 2020. نفترض أنه كان تصاعد خطير في عدد الحالات بعيد الشر، والإمكانيات ولت بزاف ضعيفة للتصدي ضد الوباء على المستوى المحلي. وزارة الصحة تقدر تدي هذا المستشفى الميداني وتحطه في تندوف ولا تيزيوزو ولا تمن راست ولا أي ولاية أخرى خلال بضعة أيام فقط. مسؤول أمريكي مرجحنا من السفارة الأمريكية، وهو يتحدث بعربية صحيحة إلى حد كبير وفيها شوية لهجة جزائرية مما أعطاها طعم خاص، ويصف في المستشفى الأمريكي الميداني. هذا المستشفى بزوج ملايين ونص دولار. يعني مرة أخرى نعود نرجع للسخوي، يعني طائرة سخوي واحدة تجيبنا 40 مستشفى مثل هذا. السؤال المطروح، هل لدينا مستشفيات ميدانية مثل هذا؟ إذا كانت لدينا علاش ما شفناهاش؟ علاش الأمريكيين يجيبوا لنا مستشفى ميداني؟ الإسبانيول والفرنسيس جاوا يطبوا معنا يطفوا معنا النار وبعثونا الكنادير تاعهم. الأمريكان جايبين لنا المستشفى الميداني. وراهم صحابكم اللي الروس والصين ومانيش عارف شكون، والمستشفى الصيني اللي قالوا انه راح يوظف 5000 جزائري في مارس 2020. قالوا لنا، قال لك اسابيع يكون عندنا المستشفى الصيني. ثم خلينا من الصين، اذا عندنا مستشفيات علاه ما خرجناهاش للجزائريين؟ واذا ما عندناش علاه ما عندناش مستشفيات ميدانيه؟ للاسف ما عندناش مستشفيات ميدانيه، ما عندناش. عندنا قواطم خردة يسموها مستشفى ميداني، ما تفيد ما والو، لا تفيد لا العسكر ولا المدنيين ولا هم يحزنون، نتيجة الرداءة أيضا والفشل أيضا. يعني بطائرة سخوي واحدة تجيب 40 مستشفى ميداني. ب1% من ميزانية الجيش، ب1% من الميزانية المعلنة وغير المعلنة، اللي هي 1% تقترب من 200 مليون دولار، تجيب 80 مستشفى ميداني. بمعنى أن كل ولاية تقدر تدير فيها مستشفيين ميدانيين، عسكريين أو مدنيين. مستشفى ميداني بتقنيات عالية جدا، إلى درجة أن مستشفياتنا اللي هي خاسرة عليها ما نش عارف كم تبان معه لا شيء، وهو عبارة عن قواطن. هذا في النهاية لماذا؟ وفي النهاية جاء من عند الدولة اللي ما تحبلناش الخير يا تبون. مادام ما تحبلكش الخير علاش تقبل عنده مستشفى ميداني؟ مهزلة حقيقية.